توقعات برج السرطان ليوم الخميس الموافق 13 يوليو 13 تموز 2023. ممكن للأشخاص النهاردة إنهم يحصلوا على تجربة فيها سعادة ورضا في حياتهم اليوم. هيحسوا بتوازن رائع جدا في علاقتهم الشخصية والمهنية. هيقدم ليك نجومك الدعم الكامل في الوقت ده عشان تقوي كل علاقتك بشكل أكبر. النهاردة ممكن تبقى النجوم بتقدم ليك تفاصيل كتيرة فيها كتير من الفرص المثيرة للنمو والتقدم اللي هتبقى بتعترف بفضل شغلك الجاد وتفانيك. هتتلاقي النهاردة مسؤوليات ووظائف جديدة كتير هتلعب دور مهم جدا في انك تنهض بحياتك المهنية. من الأهمية بمكانك النهاردة بالنسبة لك انك تفكر ماليا في كل استثماراتك عشان تضمن وضع مالي حلو في المستقبل. في اللي بيتعلق بصحتك ممكن تحس النهاردة بإحساس حلو هيبقى شامل طاقة جديدة حيوية جديدة داخل نفسك تستفيد من الوقت ده علشان توصل لصحتك الجسدية والعقلية والعاطفية. هتنخرط في تمارين كتيرة في أضاء للوقت الطبيعي هيكون مفيد جدا. هتحتضن نظرة إيجابية تستفيد بشكل كامل من خلالها من كل الفرص اللي بتجيلك في طريقك. هتتحلى بالإيمان وهيجيلك النجاح في كل الجوانب اللي بتبقى في حياتك. بالنسبة لك عاطفيا ممكن للأشخاص اللي بيحملوا النهاردة علامة السرطان هيجربوا إحساس جديد بالطاقة والثقة بالنفس في كل حياتهم اليوم. نجومك هتبقى معاك وهتجيب ليك كتير من الفرص والرومانسية في حياتك. هيقدمك لشخص بيتوافق مع قيمتك واهتماماتك. الوقت مناسب عشان تنفتح على تجارب جديدة وتجيب لنفسك عالم جديد وكبير. حتى لو كنت بتشتغل في علاقة ملتزمة هتبقى بتعمق كل روابط العاطفة اللي عندك وتستكشف طرق جديدة تقوي بيها علاقتك مع الأشخاص اللي انت بتحبهم. هتستفيد الوقت ده من انك تقضي وقت ممتع مع شريك حياتك هتحس من خلاله بانك محبوب قبل كل اصحابك واسرتك. الحب النهاردة هو مصدر قوتك والوقت المناسب ليك في حياتك الخاصة. خليك مستعد عشان تجرب حاجات جديدة هيفتح مسار جديد في حياتك عشان تترقى لأنواع كتيرة فيها تقدم في الوقت المناسب ده. هتركز انتباهك عليه بشكل كبير وهتبقى متوجه نحو دعم واصل جدا لمساعدتك في انك تتغلب على اي مشكلة ممكن تبقى بتقع فيها. هتبقى النهاردة تأثيراتك ايجابية كتير هتبقى ثابت وهتحافظ على حماستك واهميتك النهاردة انك تتحدى نفسك وتستمر في انك تدور عن فرص جديدة تنمو بيها وتتقدم اكتر في كل حياتك.